بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعدناش كتير يا جماعة عن الدروب داون، الدريل داون فكرتها اكزاكتلي بالظبط زي الدروب داون. احنا هنشوف الكود بعدين هنشوف تنفيذها. انا ماشي زي ما انا بالظبط يا جماعة في الدروب داون، بس انا شلت كلمة دروب داون ورحت عامل فيرتيكال مينيو. طبعا هي الدريل داون يا جماعة بتكون فيرتيكال، ما بتبقاش هوريزونتال، تمام؟ لازم أن تكون رأسية، متفقين؟ فانا ادرجت فيرتيكال مينيو ورحت حاطط الكيورد او البلجن ده داتا دريل داون، ومديت لها ستايل 90 بكسل، ده تجريبي انا يا جماعه. وطبعا علشان هي دريل داون او دروب داون لازم أن يكون في نستد، فانا رحت عامل نستد ليها للقصه دي. عندي رقم واحد في نستد يا شباب. تمام. اوكي، حلو السيناريو. لو انا جيت واستعرضت القصه ديت يا جماعه، عملت ريلود، هتلاقي ان ادي القصه عنه دي اللي دريل داون يا جماعه. لما بضغط على 1 بلاقي ان القايمه اللي فاتت كلها بقيت ورا، وانا دخلت سبيسيفيك جوه هنا. لما برجع باك ممكن ارجع باك، فده بيوفر لي ارضيه من المساحه اللي بتختفي وتظهر مكانها الروابط تبعي، فاهمني؟ بدل ما انا اقعد انتقل من رابط لرابط لرابط والكلام ده، المحتوى بتاع الصفحه بتاعي يتاثر. فانت عندك حل تاني، انت تستخدم الدريل داون بشكل فيرتيكال، تمام، بشكل راسي. طبعا ده بيرجع لطبيعتك وتصميم الموقع بتاعك. ده بخصوص الدريل داون منيو بمنتهى البساطه. كل اللي عليك تعمله انت تدرج كلاس من فيرتيكال منيو، وتدرج الكيورد دريل داون منيو، وتحاول تحدد ودز معين بناء على الكلام بتاعك. ده عن تجربه يا شباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.